أول حاجة في الحصري من الفيفا هذه المرة قائمة الأهلي لمباراة العين، بس خلي بالك هذه القائمة ليست نهائية. تقول لي قائمة، تقول لي ليست نهائية، لأنه من حقك لحد قبلها ب 24 ساعة إنك تغير وتبدل طبقا لحالة الفريق، الإصابات أو يعني. فمن حق الفريق أو من حق إدارة النادي قبل 24 ساعة، لكن ده من الفيفا. حمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، المباراة اللي هتقام يوم 29 أكتوبر إن شاء الله على استاد القاهرة. حراس الثلاثة الشناوي وشوبير وحمزة علاء، خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويوسف أيمن وأشرف داري، وبأكد لك أشرف داري سليم 100%، مجرد كدمة كده، وبكرة إن شاء الله في التمرين. أشرف داري، يحيى عطيات الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، أفشة، كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود كهربا، ووسام أبو علي. قبل ما أروح للخبر الثاني، وهو الخبر الثاني الوحيد اللي عندي في الحصري، عايز أقول لك إنه الناس في الإمارات في نادي العين يعني رهنوا مصير كريسبو المدير الفني لنادي العين بنتيجة مباراته أمام النادي الأهلي. نتمنى إن نستقبله في مصر أفضل استقبال، وإنه نقطع له التذكرة بأمر الله من القاهرة إلى الأرجنتين، نقول له يعني الشكر يوجه ليه من القاهرة، وإن شاء الله الأهلي يفوز وإقامة طيبة لنادي العين الإماراتي، أخونا وحبيبنا وعلى رأسنا من فوق، لكن الأهلي هو أهلي، هنعمل إيه؟